السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الأحباب، شهر رمضان هو شهر الخيرات والبركات والنفحات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح فرحا شديدا بقدوم شهر رمضان، وكان يبشر أصحابه بذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردت الجن، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الخير، يا من تريد الصلاة، يا من تريد الصيام، يا من تريد التوبة إلى الله، يا من تريد الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، انتبه، فلقد أقبل شهر رمضان. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا من تأكل الربا، يا من تأكل أموال الناس بالباطل، يا من تأكل من الحرام، انتبه، فلقد أقبل شهر رمضان. ولله عتقاء من النار في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. إذن فشهر رمضان فرصة حقيقية للتغيير. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حينما صعد إلى المنبر ووضع قدمه على الدرجة الأولى قال آمين، ثم لما وضع قدمه على الدرجة الثانية قال آمين، فلما وضع قدمه على الدرجة الثالثة قال آمين، فلما سأله الصحابة عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: جاءني أخي جبريل فقال لي: يا محمد، رغم أنفه من أدرك رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له؟ قل آمين. فقلت آمين. فرمضان ينبغي أن ننتبه، فهو فرصة حقيقية للتغيير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.